عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه، وألزمت قلوبهم مخافته، فاعتصموا بها فإن لها حبلا وثيقا ومعقلا منيفا وعاقبة حسنا، وارغبوا فيما بشر به المتقين من عباده، إذ قال سبحانه في محكم كتابه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين الأبرار، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام والأخوات المؤمنات، في مستهل خطبتنا هاته نرفع العزاء، كل العزاء، إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع مراجعنا العظام، وإلى جميع شيعة آل محمد ومحبيهم، وإليكم أيها الإخوة الكرام بمناسبة ذكرى وفاة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي الحسن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر ويجزل لنا ولكم المثوبة، إنه سميع مجيب. نحن في هذه الأيام الرمضانية المباركة في شهر رمضان، شهر الله، شهر ضيافة الله، نحن نستقبل أيام وليالي القدر المباركة، أيام الدعاء وليالي الدعاء، ونحن في شهر الدعاء، شهر المناجات، الشهر الذي رغب الله سبحانه وتعالى عباده بمناجاته فيه والتضرع إليه فيه والابتهال له سبحانه وتعالى فيه. ونحن أيضا كذلك نستقبل ذكرى وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، تلك الشخصية العظيمة الذي كان سيد العباد والزهاد والمتضرعين إلى الله والداعين الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام الذي أصبح مضرب المثل في العبادة والتضرع والسجود إلى الله، حتى عرف بزين العابدين وسيد الساجدين، كان إذا نظر إلى عبادة أمير المؤمنين خجل من عبادته أمام عبادة أمير علي عليه السلام. بين ليالي الدعاء ليالي القدر وبين ليالي علي عليه السلام، اخترت موضوعا حول تحت عنوان آداب الدعاء عند علي عليه السلام. روي عنه عليه السلام أنه قال في وصيته لابنه أبي محمد الحسن عليه السلام: اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك،
وأمرك أن تسأله ليعطيك، وهو رحيم كريم، لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. إذن الدعاء مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى، وخزائن الله لا تنفد جل الله سبحانه وتعالى. كل ما تريد من خير الدنيا وخير الآخرة هو عند الله سبحانه وتعالى، ومفاتيح ذلك الخير ومفاتيح تلك الخزائن الإلهية الربانية هو أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى مبتهلا بالدعاء. الدعاء هو طلب الأدنى من الأعلى، كما يقول العلماء أن طلب الأعلى من الأدنى أمر، وطلب الأدنى من الأعلى دعاء، وطلب المساوي إلى المساوي التماس. أنا ألتمس زيد من الناس يساويني، فألتمسه أن مثلا يفعل لي أمرا معينا، أما حينما الله يطلب مني أمرا، يطلب مني شيئا، أقم الصلاة، آتي الزكاة، فذاك أمر، أوامر إلهية من الله، لأنها من الأعلى إلى الأدنى. وأما إذا كان الطلب من الأدنى مني أطلب من الله سبحانه وتعالى، فذاك هو الدعاء. إذن الدعاء هو طلب الأدنى من الأعلى، الأدنى في كل شيء. أنا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، وأمام قدرة الله، وأمام علم الله، وخزائن الله، وفيض الله سبحانه وتعالى، أنا فقر مطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الدعاء طلب الأدنى من الأعلى على جهة الخضوع والتذلل والاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى، وحقيقته إظهار الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. تظهر فقرك واحتياجك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لا أملك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. نحن لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنا لا أملك النفع، النفع بيد الله، ولا أملك الضر، الذي بيده الضر هو الله سبحانه وتعالى، ولا أملك موت، ما أقدر، الموت بيد الله سبحانه وتعالى، ولا حياة، من منا يدعي أنني أستطيع أن أحيا دقيقة أو ثانية بعد اللحظة التي أنا فيها، ولا أملك نشورا. إذن أنا فقر مطلق إلى الله سبحانه وتعالى. حقيقة الدعاء إظهار الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف الدعاء بأنه مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. لماذا الدعاء مخ العبادة؟ لأن حقيقة العبادة
هي الافتقار إلى الله، التضرع إلى الله، الاستكانة إلى الله، اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدعاء. الدعاء تضرع، خضوع، افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، افتقار تام إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أصبح الدعاء هو مخ العبادة. وهناك ثلاثة شروط للدعاء ينبغي للداعي أن يراعيها أثناء الدعاء. شرط رباني، إلهي رباني، وهذا الشرط هو أن الله سبحانه وتعالى لا يخالف الحكمة الإلهية. هناك سنن إلهية في الكون، هناك حكم إلهية في الكون. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخالف الحكمة الإلهية والسنن الإلهية. ومن أجل رغبة الإنسان، الرغبة الإنسانية ليس هي التي تقرر سير حوادث هذا الكون، الذي يقرر من هو الله. والله قرر وأوجد تلك الحوادث في هذه الحياة طبقا لحكمة، لأن الحكيم لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا الحكمة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يخالف الحكمة الإلهية، وليس إجراء الأمور في هذا العالم طبقا لرغبات الإنسان. هناك حكمة إلهية ربانية، والله أعلم بحكمه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقرر في تلك الأمور. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. هو الذي يعلم، هو الذي يدري ما الحكمة في ذلك، هو الذي يعرف الأمور إلى أين تنتهي وإلى أين تسير. لعلي أنا أتضجر من أمر معين وأسأم من أمر معين، ولكن لله في ذلك سر، ولله في ذلك حكمة معينة خفيت علي. والله سبحانه وتعالى يريد تحقيقها في زمان معين، في وقت معين. إذن الحكمة بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الأعلم بمجريات الأمور سبحانه. الأمر الثاني ذاتي، وهو من الإنسان، وهي الكيفية الروحية التي ينبغي أن يكون عليها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، من صدق وإخلاص وثقة بالله سبحانه وتعالى، وافتقار مطلق إلى الله سبحانه وتعالى، ورفع موانع استجابة الدعاء كالذنوب والمعاصي والآثام وظلم العباد الذي يمنع استجابة الدعاء. بالتالي هذا أمر ذاتي فيه أنا، الكيفية الروحية التي ينبغي أن يكون عليها الداعي، من صدق وإخلاص وثقة وافتقار وتضرع وابتهال ورفع موانع استجابة الدعاء. هذه كلها أمور ضرورية حين الدعاء. الثالث موضوعي، شرط موضوعي، والشرط الموضوعي هي الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي هذا النظام الكوني البديع.
والذي أمر الله سبحانه وتعالى العباد باتباعها. فالله سبحانه وتعالى كثير من الأمور جعل لها أسباباً، وأن لا تجري إلا طبق ماذا؟ أسبابها. فأنا لا يمكن أن أريد شيئاً من الله مخالفاً للأسباب والسنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل سنة الرزق طبقاً لقاعدة معينة، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما أنا أريد أجلس في البيت وأبتهل بالدعاء وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني كذا مبلغا من المال، وارزقني بيتا، وارزقني كذا، هذا ما يصير. هناك سنن الله سبحانه وتعالى جعلها، وعليك أن تتبع السنن. الله جعل سنة أن الرزق يأتي بالطلب، الرزق يأتي بالسعي بالكد. أما أنت تريد الرزق يأتيك وأنت جالس في بيتك، لا، من العبد الحركة ومن الله سبحانه البركة. اسعى والله يعطيك ويبارك لك أيضا كذلك في سعيك. أو أن المريض يجلس في البيت ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء من دون أن يأخذ العلاج أو يذهب إلى الأخصائي، لا بد من السعي والعلاج واتباع الأسباب. الله سبحانه وتعالى أمر باتباع تلك الأسباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يدل أصحابه على اتباع تلك الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرد له دعوة، ولكن يأتيه المريض، يأتيه شخص يقول له أخي به كذا وكذا مريض، قال اذهب واسقي أخاك العسل. يأتيه آخر يشتكي له مرض شخص معين من أقربائه، يقول له رسول الله اذهب إلى فلان بالطائف واعرض عليه أخاك أو مريضك. ليش ما رسول الله يرفع يديه إلى السماء؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يعلمنا اتباع الأسباب، اتباع هذه السنن الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى. وهذا شرط موضوعي، لا بد للإنسان أن يتبع تلك السنن. ولكن طبعا الله لا تحكمه السنن، هو جعل السنن، ولكن السنن ليس الله سبحانه وتعالى فوق السنن. الله سبحانه وتعالى في النهاية الأمر إليه، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل من سننه أن المرأة لا تحمل إلا نتيجة ماذا؟ الاتصال الجنسي بينها وبين الرجل. ولكن لما أراد الله أن يخلق عيسى من دون اتصال جنسي برجل خالف تلك السنة. هي سنة ولا ليست سنة؟ سنة إلهية ولا ليست سنة؟ سنة إلهية، وجعلها الله سبحانه وتعالى كذلك. ولكن الله لا تحكمه السنن، إذا أراد أن لحكمة معينة أن يخالف تلك السنن فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لهذا المريض قد المريض يلجأ إلى العلاج ويتبع، يعجز عنه الأطباء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الأطباء يقررون أن هذا المرض قاتل، ولكن الله فوق كل شيء وقدرته فوق كل شيء. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.
إذن هناك ثلاثة شروط للدعاء: شرط رباني، شرط ذاتي يتعلق بالإنسان الداعي نفسه، وشرط موضوعي. هذه الثلاثة الشروط لا بد من اتباعها. والإمام علي عليه السلام لاحظ هذه الشروط أيضا كذلك الثلاثة للداعي حينما يريد أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فأولا ينبغي للداعي أن يتخلى عن موانع استجابة الدعاء. قلنا الكيفية الروحية من صدق وإخلاص وثقة وافتقار ورفع موانع استجابة الدعاء، هذه شرط ذاتي في الداعي. فالذنوب موانع من موانع الدعاء، ظلم العباد مانع من موانع الدعاء، من موانع الاستجابة. يقول الإمام علي عليه السلام: إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم: قل للملأ من بني إسرائيل إني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة. إذا كانت بينك وبين الله سبحانه بين أحد من العباد مظلمة تمنع استجابة الدعاء. طهر ما بينك وبين الناس وتخلص من مظالم العباد. وأنت مقبل على ليالي القدر، نحن جميعا مقبلون على هذه الليالي المباركة، في عنقي ظلام لأحد، في ذمتي أموال لأحد من الناس، ظلامات معينة، أذى معين، إيقاف حق معين وما شابه ذلك من الحقوق الكثيرة، حتى للأسف ليس بين الإخوان كذلك، قطيعة رحم بينك وبين أرحامك. اسعى أن تتخلص من تلك الأمور التي تمنع استجابة الدعاء. شخص أحياناً للأسف الشديد يعطل حتى تقسيم التركة، تقسيم التركة بين إخوانه عطلها، يضع شروط تعجيزية بينه وبين أخوانه، حتى أحياناً يضطروا لأن يرفعوا الأمر إلى المحكمة وتلزمه المحكمة وما شابه ذلك بين الإخوان. جتني تركة من القطيف، واحد من الأولاد كان يتصرف في مؤسسة أبي تصرفات كيفما شاء، والأبناء احتجوا وبعد وفاة أبيهم كذلك احتجوا على تصرفاته. أحضرتهم للمصالحة ثم للقسمة، وبعد ذلك وكانوا البقية يتضرعون إليه، إلى هذا المتعنت، وبكل أدب واحترام هجم على أخوته بالسب وسب أمه وأباه، سب حتى أمه وأباه. وأمه كانت جالسة من ضمن الحضور. هذا كيف يجلس في ليالي القدر؟
أنت مانع حق من الحقوق، منكر حق من الحقوق، يأتي يقترض من أحد الأشخاص مبلغ معين، إذا طالبه يتفق معه شهر أو شهرين أو سنة، وبعد ذلك لا يؤدي الحق الذي عليه، وإذا طالبه صاحب الحق أنكر. كلمة بسيطة، روح مالك شي عندي. تريد تجلس في ليالي القدر وأنت بتلك الكيفية، أو إنسان والمعاذ بالله موغل في المعاصي والآثام والذنوب والفواحش؟ إذن الشرط الذاتي ضروري، شرط أساسي من شرائط استجابة الدعاء. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تفضلوا شيخنا، تفضلوا. قلنا كذلك أن لا تخالف الدعوة الحكمة الإلهية والسنن الإلهية، فاستجابة الدعاء وتحقيق المطالب ليس لمجرد الرغبات الإنسانية، هي هنا القرار بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقرر سير الأمور في هذا العالم. يقول علي عليه السلام: إن كرم الله سبحانه لا ينقض حكمته، فلذلك لا يقع الإجابة في كل دعوة. أنت تدعو ولكن الدعوة تلك مناقضة لحكمة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب تلك الدعوة التي تناقض حكمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما ذكرنا أن لا يخالف الدعاء أيضا الموضوعية والأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى كأسباب موضوعية لاستجابة الدعاء. ومن آداب الدعاء البسملة: لا يرد دعاء في الحديث أوله بسم الله الرحمن الرحيم. في الرواية: جاء من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أغلق أبواب الشر، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد افتتح أبواب الخير. أبواب الخير تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. التمجيد، تمجيد الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء، مجد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه. لهذا نلاحظ أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبتدئ بتمجيد الله سبحانه والثناء عليه جل جلاله. كل دعاء لا في الرواية: كل دعاء لا يكون أوله تمجيد أبتر. مسيدة: اللهم أعطني كذا. لا، إثني على الله، سبح الله، هلل الله. الدعاء المروي عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج نقرأه في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، فيه من المحامد الإلهية الربانية العظيمة التي تعتبر يعني مثال عظيم جدا لحمد الله وثنائه وتمجيده. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وهكذا يحمد الله يحمد الله يحمد الله، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد حمد الله أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بعد ما يصلي يحمد الله بكل تلك المحامد ويصلي على النبي وآله، بعد ذلك يقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام. متى جاءت المسألة؟ بعد ماذا؟ مقاطع طويلة من الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله وآله صلوات الله عليهم أجمعين. إذن أيضا من الآداب الصلاة على محمد وآله. عن علي عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. عن علي عليه السلام أنه قال: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. وفي رواية أخرى أيضا كذلك عن علي عليه السلام وهو يعلمنا آداب الدعاء: إذا كانت لك إلى الله حاجة فابدأ بها بالصلاة على محمد وآل محمد، ثم اطلب حاجتك، ثم اختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فإن الله أكرم من أن يتقبل أول الدعاء وآخره ولا يتقبل وسطه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأفضل طريقة للاستفتاح بالصلاة على محمد أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني كذا، وصل على محمد وآل محمد. تعلق طلبك على الصلاة، تقرنه بالصلاة، يعني صلي وأعطني، صلي وأعطني. هنا قرنت دعاك طلبك حاجتك بالصلاة على محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك من آداب الدعاء التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقرآن العظيم، وهذا من آداب ليالي القدر، أننا نتوسل بالقرآن وبرسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي، فإن لهما عندك شأنا من الشأن. بحق محمد وآل محمد والقرآن العظيم توسل إلى الله بأحب الخلق إليه، فإن لهم كرامة عند الله سبحانه وتعالى، وأنت تقدمهم أمام حاجاتك وطلباتك، الله سبحانه وتعالى كرامة لهم يستجيب لك الدعاء. وهذا من آداب الدعاء، وقد جاءت بذلك روايات كثيرة عند الفريقين في التوسل برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. التضرع والابتهال إلى الله، وأن يدعو دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، يدعو دعاء المتضرع الحزين الغريق المستغيث بالله سبحانه وتعالى: اللهم. نحن نقرأ في دعاء يوم الأربعاء عن الإمام علي بن الحسين: اللهم إني أدعوك دعاء من انقطعت حيلته واشتدت فاقته واقترب أجله تدانى من الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته.
هاد بهذه الكيفية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى تضرع، تجأر إلى الله بالدعاء، تبتهل ابتهال الفقير المستكين إلى الله سبحانه وتعالى. ذليل بائس فقير مسكين مستكين إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا كذلك من أسباب استجابة الدعاء. أيضا كذلك أن يلح في الدعاء، لح في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح عليه في الدعاء. كذلك أن يصلي، أن يبتهل إلى الله ويتوسل إليه بالصلاة. صلي لله قبل أن تدعو، صلي ولو ركعتين إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من آداب ليلة القدر أنك تصلي، هناك صلاة خاصة تصلى في ليلة القدر، وأيضا كذلك في ليالي القدر يستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة، حتى أنه ورد أنه في ليلة القدر يستحب للمؤمن أن يصلي 100 ركعة، 100 ركعة. أن لا يستكثر مطلوبه على الله، فإن الله غني وعلى كل شيء قدير. لا تستكثر مطلوبك على الله سبحانه وتعالى، سل الله فإن خزائن الله لا تنفد سبحانه وتعالى. عمم في الدعاء، جاء أحدهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي من البادية ودعا: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد غيرنا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك، لقد ضيقت موسعا، اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد غيرنا، لقد ضيقت موسعا، اطلب المغفرة للجميع، عمم في الدعاء. الاجتماع في الدعاء كذلك من الآداب والسنن، الاجتماع في الدعاء، فإن كلما اجتمع المؤمنون، جاء في الرواية كذلك أنه إذا اجتمع المؤمنون وطلبوا من الله المسألة لا ترد مسألة اجتمع المؤمنون على طلبها. ولهذا جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا دعوت فأمنوا على الدعاء، إذا قال الداعي كذا قل أنت اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم استجب، يجأرون جميعا بالدعاء. إذا قال الداعي: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، قل أنت اللهم آمين، اللهم أغني كل فقير، قل اللهم آمين، اللهم أشبع كل جائع، قل اللهم آمين. أمن على دعاء الداعي. كذلك حسن الظن بالله بالإجابة، والوقت والمكان، الوقت في شهر رمضان والليالي ليالي قادر، والمكان بيوت الله، المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى أمكنة الدعاء. لا تقعد في بيتك الدعاء، تعال إلى المساجد، إلى بيوت الله، احضر بيوت الله ومساجد، المساجد التي هي أفضل الأماكن في الأرض عند الله سبحانه وتعالى، واحضر بحضور قلب وخشوع وسكينة ووقار، وطهر
مأكلك وملبسك أيضا كذلك، أخلص النية والعمل مع الله سبحانه وتعالى وكن طاهرا مطهرا، والله سبحانه وتعالى أبواب فيضه وعطائه مفتحة للداعين. في هذا الشهر، شهر الصيام وشهر الدعاء، الله سبحانه وتعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعد ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجيبوا لله، الله يدعوكم للدعاء فاستجيبوا لله سبحانه وتعالى. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله 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 الله، الآن الله يطلب، والله يطلب بلغة الرحمة، لغة رحمة. حتى العبارة ما جاي فيها يعني روح الأمر، جاية فيها روح الرحمة، روح العطف، روح الحنان، روح الود. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاي فيها روح اللطف، بلطف، بود، بحنان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لليلة القدر، وأن يستجيب لنا ولكم فيها صالح الدعاء والمسألة، وأن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده الصالحين الداعين المبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، ويخلصنا من النار. نحن في دعاء الجوشن الكبير دائما نقول: خلصنا من النار، خلصنا من النار، خلصنا، خلصنا، يعني نحن مستحقين للنار من كثرة الذنوب والمعاصي. كيف واحد ماسكن شخص أو واقع في مشكلة وانت تجي تقول له: تعال خلصني من هذه المشكلة، أو خلصني من هذا الدعاء، من هذا العدو، خلصني. نحن من كثرة ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا ماذا أوقعنا أنفسنا في مصائد الشيطان وحبائل الشيطان، أوقعنا أنفسنا في طريق النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يخلصنا، خلصنا من النار يا رب، خلصنا من النار يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير ما سأله عباده الصالحون، الفكاك من النار، الفكاك من النار، الخلاص من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه خلصنا من النار فيها إشارة إلى الآية كذلك: فمن زحزح عن النار، يعني كأننا نحن مستحقين إلى النار ونحتاج إلى من ماذا؟ يزحزحنا، يخلصنا، ينقذنا من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله أن يعتقنا وإياكم في هذا الشهر الفضيل من النار.
اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. ألا وإن أحسن الحديث وأبلغه كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.